رمضان كريم وبعود الايام، ودايما ان شاء الله معاكم خلال الشهر الكريم بشوربه وسلطه. مفيش فطار من غير شوربه وسلطه، مفيش فطار من غير ما نرجع شويه ميه كده من الشوربه اللي احنا هنشربها او من نوع من انواع الشوربه اللي احنا هنعملها مع بعض ان شاء الله خلال الشهر الكريم، شويه ميه من اللي احنا فقدناهم كده خلال اليوم. والسلطه يعني فيتامين، ويعني نفتح نفسنا كده. النهارده هنعمل شوربه ايه عشان نكسر بيها صيامنا؟ هنعمل شوربه كوسه. شوربة كوسة فيها أنواع كتير قوي، في كوسة بالشعرية، كوسة بالخضار ومش مفرومة. النهاردة هنعمل كوسة بالكريمة، عبارة عن كوسة جزر، كوسة يعني ألياف، يعني ما اللي عنده عسر هضمة بعد الفطار واللي عنده إمساك والحاجات دي بالذات خلال رمضان، زودوا الألياف على قد ما تقدروا في أول حاجة في الفطار في الشوربة أو في السلطة. كوسة وجزراية متقطعة، بصلاية كبيرة، وعندي معلقة دقيق، هستخدم معلقة دقيق كبيرة، كوباية كريمة لباني وحتة زبدة. تعالي نشوف سريعا هنعمل ايه. يعني مكوناتها سهلة، مكوناتها سهلة قوي، وهي شوربة لطيفة كده كمان. ويعني الكوسة حتى احنا بنأكلها لأولادنا الصغيرين وهم ببيهات مثلا، بنقول عشان تمشي معدتهم او عشان ما تبقاش تقيلة في الهضم. ففعلا كمان في اي شوربه بنستخدمها في الفطار نحاول على قد ما نقدر يعني تبقى شوربه غنيه جدا جدا بكل البروتينز اللي احنا محتاجينها والفيتامين والمعادن من الخضار والالياف، وكمان تبقى حاجه كده خفيفه. يعني هنزل بالبصل على طول كده مع الزبده، اقطع ممكن الكوسه لغايه لما البصل بس يتشوح سنه كده. ناخد دول كمان. اوكي، نشيل دول. الكوسة انا هقطعها اي تقطيع عشوائية لان هي كده كده لسه، يعني انا هضربها في مضرب او في خلاط. شوح دي بس كده. في ناس والله سألوني طب يعني انت عمالة تعملي لنا شوربة ما حطتيش حبهان، ما حطتيش مستكة، ما حطتيش ورق لورا. الشوربه بتاعتي اللي انا بحطها او بزودها على الاكل فيها كل التوابل، معظم التوابل، حتى هتلاقوني ساعات ما بحطش ملح حتى زياده، لان انا بقول ان الشوربه دي عندي انا متبله بيها قبل كده، او كانت من فراخ او لحمه او اي حاجه انا سلقاها، فكده كده بتبقى متبله. فعشان كده ما تلاقونيش دايما حاطه مثلا ولا مثلا حبان ولا مستكه، لاني موجوده اصلا في الشوربه عندي كده. تمام، هشيل كده خلاص. انزل على طول بالجزرايه. يا سلام على الالوان اللي تفتح النفس. شوح بس دي تشويحه بسيطه كده. وعلى طول هنزل بالكوسه. لا، ممكن الاول احط شويه اتقل الخليط اللي انا عملته بمعلقه دقيق. هي اساسها ان انت ممكن تحطي الجزر والكوسه والبصل تشوحيهم وبعدين تضربيهم في الخلاط وبعدين تشوحي معلقه دقيق بره وترجعيهم تاني عليها. انا شايفه ان هي عادي جدا هتشتغل معايا كده، معلقه دقيق كده. تمام، وانزل على طول بالكوسه. الكوسه ما بتاخدش وقت، فهحطها اخر حاجه. كده كويس قوي. وعلى طول شوية الفلفل بتوعي، سنة فلفل اسود كده، وذرة ملح بسيطة. لو هتزودي لسه الشوربة، زي ما بقولك الشوربة بتاعتك متبلة زي ما انا متبلة الشوربة بتاعتي، فما تزوديش توابل هنا، انا بس عايزة اطعمها بالملح والفلفل. وهتاخد تشويحة كده. تشويحة بسيطة. الدقيق هيعمل قوام حلو قوي للشوربة. كده تمام. على طول هنزل بشوية شوربة عليها. انا الطشه دي بتعملي مزاجي وانا بطبخ بقى، يعني زي طشه الملوخيه كده بتاعت امي يعني، او بتاعتنا حاليا احنا كبرنا يعني وبنعمل اكل. الطشه دي بتعملي مزاجي جدا في المطبخ، احس ايه
مستقنياصة كده يعني حلوة. مستقنياصة دي مستقنياصة كده في المطبخ يعني قاعدة عاملة أكل بمزاج كده كده تمام، مش محتاجة ده خالص. هدي دي غلوة بسيطة زي ما قلت لك في اول حلقه، في ناس بيقطعوها اصغر من كده وتتقدم زي ما هي اكنها شوربه خضار، بيزودوا بس عليها الكريمه، برده مش هتقول لا خالص وطعمها بيبقى حلو جدا. اغسل ايدي بس واروق يعني جنبي شويه لغايه ما دي تغلي غلوه علشان على طول نحطها في الخلاط بتاعنا. عايزين نراعي في صيامنا كده يعني دايما العادات الصح مش الغلط في الفطار، عايزين نراعي ان احنا نجهز معدتنا دايما ان في اكل بعد عدد ساعات طويله جدا مفيش ميه ومفيش اكل للجسم، نجهز المعده بحاجه سخنه بسيطه. يعني مش لازم يا جماعه، مش هقول لكم مثلا تقعدوا هو طربق الشوربه اللي بعدين تشبعوا، لا خدوا شوربه حاجه بس دافيه تمشي المعده شويه، وفي نفس الوقت قومي مثلا صلي او ريحي شويه بعدين كلي سلطه بعدين ادخلي بعد كده بقى في اللحمه والفراخ والصواني والحاجات دي. الاكل مش هيطير وعندنا وقت من اول الفطار لغايه السحور قاعدين بالراحه بالراحه. وغلط جدا ان احنا نشرب ميه ساقعه يا جماعه اول حاجه في الفطار، احنا في صيف طبعا وكلنا حرانين واول حاجه بندور عليها الميه، بلاش ميه ساقعه على طول. يعني حتى اللي هيشرب ميه خليها ميه روم تمبريتشر يعني درجه حراره الاوضه. حاليا احنا درجه حراره الاوضه من غير تكييف مثلا 50 في مصر مثلا ولا 40، مش هي دي درجه الحراره يعني حاجه و20 معقول يعني تقريبا كده تمام. والناس كمان اللي بتشرب سجاير المدخنين، لو طبق شوربه مش هتخسر او مش هتخسري ابدا اي حاجه، والسيجارة مش هتروح في حتة. انا يعني مش دكتورة ان انا اقول اضرار التدخين ومش اضرار التدخين والكلام ده، بس يعني ان لبدنك عليك حق، يعني نراعي جسمنا كده ونتعامل معاه برفق شوية لان هي نعمة من عند ربنا مدهلنا نحافظ عليها. حتى الصيام يعني غير ان هو فرض علينا، الصيام صحي جدا جدا، يعني غسيل للجسم كده شويه وراحه للمعده شويه والاعضاء الجسم من الشغل. احنا على طول بناكل ليل ونهار، حتى الناس اللي بنقول عليهم شويه مش اكيله تلاقيهم كده اي حاجه كده في الطريق كده. انا من الشخصيات دي يعني بحب الاكل بس مش لازم اقعد على وجبه اساسيه مثلا، اي حاجه قدامي كده اي حاجه مفضله من بنتي ده في حد ذاته مش صح يعني كده تمام. حط شويه ميه بس كده. تمام. انا لازم مش محتاجاها، هقفل على دي خالص وهبتدي على طول اطحن دي. بسم الله. ممكن برضو نوسع لزمايلنا، يعني احنا بنعمل حاجه لطيفه وخفيفه ومش واخده وقت، بس عايزين نوصلها لكم بكل الطرق والمصداقيه. كمان اوسع لزمايلي كده يعني زي ما انا صايمه واقفه قدام بصراحه البوتاجاز والحر وتعبانه، وبحاول على قد ما اقدر يعني انا بستمتع وانا بطبخ يعني، بس على قد ما اقدر اوصل لكم فكره بسيطه وبطريقه جديده. زمايلي كمان يعني انا مني تحيه ليهم كلهم، رمضان كريم عليكم جميعا ان شاء الله، علينا جميعا. هم كمان واقفين نفس الوقفه معايا بصراحه، وكل ده بصراحه ربنا يقدرنا كلنا عشان نوصل لكم حاجه احنا حابين نعملها وبنعملها بحب وبنعملها بطاقه ايجابيه، يا رب توصل لكم انتوا كمان بنفس الحب والطاقه الايجابيه اللي احنا عاملينها بيها. كده تمام.
كل اللي هعمله دلوقتي في حلة تانية، هرجع دي بس كده، هرجعها على طول تاخد غلوة كده مع الكريمة. هتاخد غلوة بسيطة قوي مع الكريمة وتبقى شوربتنا اللي هنكسر بيها فطارنا النهاردة جاهزة تمام. يعني لو شايفين وانا بحطها هي القوام بتاعها تقيل شوية، ده من الدقيق اللي احنا حطيناه كده. اوكي، قلبها تقليبة كده بسيطة. حلوة قوي وريحتها وصلت لي، اللهم اني صايمة يعني، بس حلوة جدا جدا. انا عايزة يعني ازود لها حاجة بسيطة قوي، سنة فلفل ابيض كده تدي طعم حلو قوي. كده تمام، ولحد ما الشوربة بس تاخد غلوتها كالمعتاد جه الوقت اللي انا هسيبك فيه على عيني والله، فاصل صغير قد كده بس عشان نشوف هنحضر طبق السلطة بتاعنا ازاي، المعزوم الاساسي التاني على سفرتنا في رمضان. مستنيكم بعد الفاصل علشان نقدم الشوربة ونشوف السلطة. ورمضان كريم.